تفسيرنا، مو بس تفسيرنا حتى تاريخنا يا اخي، والله البدهيات في تاريخنا. بس اليوم على سبيل الصدفة شفت يكتب ابو دائرة معارف القرن العشرين، شوفها لللقب مش كبرى، شوفها للكلمة مش كبرى، للعنوان مش علوة، دائرة معارف القرن العشرين مال فريد وجدي. طيب يجي عن الحسن والحسين، اولا اشكت كاتب عنهم وحياتك ميت ما تتجاوز 8 سطور، اثنينهم نبه لي زين، دول سيدة شباب اهل الجنة، 8 سطور لانه من السطور الصغار تطلع تقريبا 16 سطر بالسطور الصغيرة. زين اجى للحسن اش قال؟ قال ولد قبل الهجرة ب6 سنوات. شلون؟ ما ادري عليه من تحشد هذا، على شنو تحشد؟ على معرفته بالتاريخ، على عبقريته، ما ادري عليه من تحشد. ها اولا الامام الحسن هذا سيد شباب اهل الجنة، ابن رسول الله هذا، زين هذا الامتداد الطبيعي للنبي، كل المسلمين يعرفون ان من بعد هذا بذاك الوقت يحكي زهرة كان عمرها 3 اشهر، ما ادري ولدته عمرها 3 اشهر زهرة كان بذاك التاريخ، لان او سنتين، لان الزهرة ولدت بعد المبعث ب5 سنوات، يعني قبل الهجرة ب8 سنوات، يعني عمرها 2 سنين، ورواية اقل من هذا تقول وعمرها 2 سنين تزوجها الامام علي وولده، ما شلون يعني. هاي واحدة. ثانيا ايش وقت مات؟ تعال شوف ايضا، يقول مات في ايام معاوية سنة 41، يعني من بعد ابوه بسنة. هذا هالبدهيات بالتاريخ، هذني الابجديات بالتاريخ ودائرة معارف القرن العشرين تعطيك هالمعلومات عنها، شو تسوي هذا التاريخ ما؟ شو تسوي له بالله ارجوك؟ منين تاخذه بعد؟ وتعال شوف ايش يكتب عن الحسين، شوف ايش يكتب عن الحسين، 4-5 سطور وكتابة واحد مشحون متأزم، ها؟ يعني يكاد يطفر يزيد من بين عينيه. نبه من يكتب عنه غريب، يعني ما هذا التاريخ اللي تشوفه من هاللون يمتى راح يترك لك ثقة بتراثنا كله؟ وكذلك التفاسير، تجي للتفاسير تلقاها مشحونة من الفكر اليهودي، لما تصيح يا معودين هالعناصر اللي يرتبطون بالفكر اليهودي ريحونا منهم، او تصبح مصيبة، لو شلون تمد ايدك انت، شلون تأشر الى موضع الداء، شلون احط صبعك على الدنبلة، ما يصير.